وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا يجوز للمرأة أن تقابل خطأ الزوج بخطأ منها، لا يجوز للزوج أن يضرب امرأته على وجهها مطلقا مهما كان السبب، ضرب الوجه حرام مطلقا. والضرب للتأديب لإظهار الغضب لا لجرح الجسد ولا لجرح الكرامة ولا للانتقام الشخصي، وإنما للتأديب بما لا يؤذي مشروع ما لم يمنع منه النظام، فإن منع منه النظام فتجب طاعة ولي الأمر في مثل هذا. العلماء بيّنوا المقصود بهذا الضرب، وأن المقصود فقط أن يظهر لها غضبه، حتى قال بعضهم أن يضربها بطرف ثوبه، وقال بعضهم أن يضربها بسواكه، السواك المعتاد، يضربها كذا فقط ليشعر أنها أغضبت. يحرم على الزوج أن يتعدى ذلك، وإذا فعل فعليه أن يستغفر الله وأن يستحلها، فإنه قد يقتص منه يوم القيامة والعياذ بالله. وأما المرأة فلا يجوز لها أن تضرب زوجها ولو ضربها، لكن إذا تعدى ضربه فلها أن تشتكي عند أهلها، ولها أن ترفعه إلى الجهات المسؤولة. واليوم في جهات معنية بما يسمى بالعنف الأسري. Yuk jadi bagian dari dakwah Najiyah TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najiyah TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.